بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 213. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن أحكام القضاء في الإسلام، وينحصر حديثنا هنا في موضوع القسمة بين الشركاء، لأنها من الأمور التي تعرض للقاضي، ولذلك عقد لها الفقهاء رحمهم الله بابا خاصا في كتاب القضاء فصلوا فيه أحكامها وما يلزم لها. ونحن في هذه العجالة نحاول أن نعرض عرضا مختصرا لذلك، وبالله التوفيق. ودليل القسمة من الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. وقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم. وذكر الإجماع على القسمة غير واحد من العلماء، والحاجة داعية إليها، إذ لا سبيل إلى إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من الشيء المشترك بينهم إلا بالقسمة، وهي إفراز نصيب بعضهم عن بعض. والقسمة على نوعين: قسمة تراض وقسمة إجبار. فقسمة التراضي هي التي لا بد أن يتفق عليها جميع الشركاء، ولا تجوز بدون رضاهم، وهي لا تمكن إلا بحصول ضرر ولو على بعض الشركاء، أو برد عوض من أحد الشركاء على الآخر. وتكون في الدور الصغار والدكاكين الضيقة والأرض المختلفة أجزاؤها بسبب بناء عليها أو شجر في بعضها، أو كون بعضها يتعلق به رغبة تخصه دون البعض الآخر. فهذا النوع من المشترك لا تجوز قسمته إلا باتفاق الشركاء وتراضيهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وغيره. فهو يدل بعمومه على عدم جواز قسم ما لا ينقسم إلا بضرر إلا بالتراضي من الشركاء. وهذه القسمة تأخذ حكم البيع، يرد ما فيه عيب، ويدخلها خيار المجلس وخيار الشرط ونحوهما، ولا يجبر من امتنع من قبولها من الشركاء. لكن متى طلب أحد الشركاء بيع هذا المشترك أجبر الممتنع، فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما. وضابط الضرر الذي يمنع هذه القسمة هو نقص القيمة بالقسمة، سواء انتفعوا به مقسوما أم لا، فلا يعتبر للضرر كونهما لا ينتفعان به مقسوما. النوع الثاني من نوع القسمة قسمة الإجبار، وهي ما لا ضرر في قسمته ولا رد عوض، سميت بذلك لأن الحاكم يجبر الممتنع منهما إذا كملت شروطها، وذلك كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض الواسعة والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد. ويشترط لإجبار الممتنع من هذه القسمة ثلاثة شروط: أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء، وأن يثبت أن لا ضرر في القسمة، وأن يثبت إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها. فإذا توفرت هذه الشروط وطلب أحد الشركاء القسمة أجبر شريكه الآخر عليها إن امتنع من القسمة مع شريكه، لأن القسمة تزيل الضرر الحاصل في الشركة وتمكن كل واحد من التصرف في نصيبه والانتفاع به بإحداث الغراس والبناء مما لا يتمكن منه مع بقاء الشركة. وإن كان أحد الشركاء غير مكلف قسم عنه وليه، وإن كان غائبا قسم عنه الحاكم بطلب شريكه،
وهذه القسمة في الحقيقة إفراز لحق أحد الشريكين عن الآخر، ولا تأخذ حكم البيع لأنها تخالفه في الأحكام، ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم أو بقاسم ينصبونه هم أو يسألون الحاكم نصبه، وتعدل السهام وتعديل السهام يكون بالأجزاء وتعديل السهام يكون بالأجزاء إن تساوى المقسوم كالمكيلات والموزونات غير المختلفة، وتعدل بالقيمة إن اختلفت أجزاء المقسوم في القيمة، فيجعل السهم من الرديء أكثر من السهم من الجيد، فإن لم يمكن التعديل بالأجزاء ولا بالقيمة عدلت بالرد، لأن يجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل دراهم على من يأخذ الجيد أو الأكثر، فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، لأن القاسم كالحاكم والقرعة كحكم الحاكم يلزم العمل بها في القسمة، وكيف اقترعوا بالحصى أو غيره جاز، والأحوط أن يكتب اسم كل شريك على رقعة ثم تجمع وتلف وتدفع إلى شخص لم يحضر ولم يرها، ويؤمر بأن يخرج الرقاع ويضعها على الأسهم، فمن وجد سهمه على سهم فمن وجد اسمه على سهم فهو له، وإن خير أحدهما الآخر لزمت القسمة برضاهم وتفرقهم، ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهد على رضاهما به لم يلتفت إليه، لأنه رضي بالقسم على الصورة التي وقعت، ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه. ومن ادعى غلطا فيما قسمه قاسم حاكم أو قاسم نصباه قبل ببينة، وإلا حلف منكر له، لأن الأصل عدم ذلك، فإن أقام بينة على الغلط قبلت ونقضت القسمة، لأن سكوته قد استند إلى ظاهر حال القاسم، فإذا قامت البينة بغلطه كان له الرجوع فيما غلط به. وإن ادعى كل من الشريكين شيئا أنه له تحالفا ونقضت القسمة، لأن ذلك المدعى به لم يخرج عنهما ولا مرجح لأحدهما على الآخر. ومن ظهر في نصيبه عيب قد جهله خير بين الفسخ والإمساك مع الأرش، لأن ظهور العيب في نصيبه نقص فيخير بين الأرش والفسخ كالمشتري، والله أعلم. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله نواصل الحديث في موضوع آخر، فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.